نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى عن عذاب القبر وغضب الأم الأرض على الكفار: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يلقون غيا. وقد جاء في الأثر عن القبر أن الأرض تضم الميت الكافر حتى تختلف أضلاعه، وأما المؤمن الصالح فتضمه ضم لطيفة كالأم لولدها، كضمة الأم لولدها، والله أعلم. وقال تعالى عن ذكر الأرض التي تتكلم، التي نسميها غية: إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذه حقيقة أن الله تعالى يوحي إلى الأرض أنها ستنطق وتتكلم، والله أعلم. نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى عن عذاب القبر وغضب الأم الأرض على الكفار: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يلقون غيا. وقد جاء في الأثر عن القبر أن الأرض تضم الميت الكافر حتى تختلف أضلاعه، وأما المؤمن الصالح فتضمه ضم لطيفة كالأم لولدها، كضمة الأم لولدها، والله أعلم. وقال تعالى عن ذكر الأرض التي تتكلم، التي نسميها غية: إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها.